وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن من تونس الدكتور حسن بوبكري، أستاذ الجغرافيا دراسات الهجرة. في البداية أرحب بك دكتور. هناك ربما خطوات جادة بدأت بالفعل لحل الأزمة، أزمة الهجرة غير الشرعية، خلال الأيام الماضية. من المفترض متى تبدأ الحكومة التونسية في اتخاذ خطوات حقيقية للقضاء على هذه الأزمة؟ مرحبا وشكرا على الدعوة سيدتي. عندما تقولين خطوات جدية، ربما يجب أن نتساءل ما معنى جدية، لأن في الحقيقة تونس في مواجهة عدة صعوبات تتمثل في تكثف وصول المهاجرين الفارين والنازحين الفارين من مناطق التوتر في مناطق الساحل الأفريقي، وأنتم تحدثتم عنها منذ حين في زيارة رئيس الاتحاد الأفريقي للساحل العاج. فالحقيقة الموقع الجغرافي التونسي يجعل من تونس منصة هامة لوصول ثم انطلاق المهاجرين غير القانونيين، وصول المهاجرين غير القانونيين من بلدان جنوب الصحراء أساسا، وفي بعض الأحيان حتى من بلدان آسيوية، يمرون من بلدان الساحل ويأتون إلى تونس عبر الجزائر أو عبر ليبيا، من ليبيا فرارا من العنف ربما والفوضى، ومن الجزائر بسبب التوجه الأكثر ثباتا الآن للسلطات الجزائرية لتسفير المهاجرين من جنوب بلدان جنوب الصحراء، تسفيرهم إلى تسفيرهم إلى بلدانهم الأصلية، وخاصة البلدان التي للجزائر لها حدود برية مباشرة مثل مالي والنيجر مثلا. فهؤلاء يهربون ليأتون إلى تونس، وتتلقفهم في الحقيقة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تتكون في جزء كبير منها من مواطني نفس هذه البلدان. يعني الشبكات الإجرامية المتعددة الجنسيات والعابرة للحدود تتلقف هؤلاء وتنتدبهم حتى من المناطق الأصلية. نعم. طيب دكتور، أنت ما تحدثت عنه وشرحته من غياب الأمن. نعم. ويأتون إلى تونس. ما تحدثت عنه أن أنت الآن دكتور وشرحته ربما بالتفصيل هو أساس هذه الأزمة وكيف تحدث، لكن ماذا عن آليات مواجهة هذه الأزمة، وأيضا يعني الجماعات أو من يعني أو من يقومون بربما مساعدة واستغلال هؤلاء للقيام بالهجرة غير الشرعية عن طريق منصات في كل من تونس، سواء تونس سواء ليبيا سواء الجزائر؟ ما هي الآليات لوقف هؤلاء؟ الآليات متعددة ومتنوعة حسب الدرجات. فعلى المستوى التونسي مثلا، أعتقد بأن مقاومة شبكات الهجرة تتم على قدم وساق، وتعرفين أن مثلا في مثال فقط أنه في سنة ما يقارب 40,000 من البحر، يعني تم إنقاذهم أو إرجاعهم من البحر من طرف الحرس البحري التونسي. منذ بداية هذه السنة 2023 نكاد نصل إلى تقريبا 20,000 الذين تم إرجاعهم. إذن العدد كبير، وطبعا هذا يتم عبر مقاومة هذه الشبكات. لكن من ناحية أخرى، بالنسبة لمن يقع إرجاعهم، هناك إشكال كبير بالنسبة لتونس، وهو أنها ليست لها الإمكانيات المادية ولا المالية الكافية للإحاطة بهم وإغاثتهم وإعالتهم وإسكانهم وتطبيبهم. ولذلك فأعتقد أن من أهم ربما الركائز التي تعتمد عليها تونس، التي يجب أن تعتمد عليها تونس لمحاولة الحد من هذه الظاهرة أو على الأقل معالجة نتائجها، هي القدرة، هو الحصول على قدرات كامة على المستوى البشري، القدرات البشرية والمادية لمواجهة هذه الموجات. نعم. أو سواء كان من يسيرون أم من يرجعون. الجانب الثاني الهام هو طبعا والأصلي، وتحدثت عنها السلطات التونسية والسلطات في معناتها جنوب الصحراء عموما والمتدخلون بجميع أشكالهم وصفاتهم ومواقعهم، هو طبعا المعالجة
الأسباب الهيكلية والبنيوية لهذه الأدفاق التدفقات الهجرية والنازحين على تونس وعلى شمال إفريقيا، بقدر ما يزيد التوتر وتتفاقم أسباب وإلا عوامل التغير المناخي، وبقدر ما ينتشر الإرهاب ويغيب الأمن ويصبح الناس يتهددهم يحسون بتهديد حياتهم، فإنهم طبعا عوامل كثيرة هي التي بالفعل يعني تعد دافع كبير لمن ربما يتخذون هذه الطريقة أو الهجرة من بلدانهم أملا في إيجاد حياة أفضل في السواحل الأوروبية أو في الدول الأوروبية. دكتور حسن أبو بكري، أستاذ الجغرافيا دراسات الهجرة، أشكر جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. كنت معي مباشرة من تونس.